بدأ اليوم مغادرة الحجاج اللبنانيين إلى المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج لهذا العام. وفي السعودية أكملت السلطات المولجة شؤون الحج إجراءاتها الميدانية واللوجستية وسط ارتياح عام لحسن التنظيم. للمزيد ننتقل عبر السكايب إلى مراسلنا إلى الأراضي المقدسة ربيع شنطف. ربيع، ماذا في الإجراءات وكيف هي حركة وصول الحجاج؟ يعني عارف هنادي انك تودين لو تكوني هنا في المدينه المنوره او في مكه المكرمه. ان شاء الله هذا الامر يرزق به كل محب. في البدايه اريد ان اشير الى اننا في المسجد النبوي الشريف قرب قبر الرسول عليه الصلاه والسلام وقبر سيدنا عمر بن الخطاب وقبر سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنهما. حجاج بيت الله الحرام بمئات الالاف، منهم من اتى الى المدينه المنوره قبل بدء الشعائر في مكة المكرمة، ومنهم من سينتظر إلى بعد إتمام شعائر الحج المباركة بعد الوقوف على عرفة وبعد إتمام هذه الشعائر، حيث سيأتون إلى هنا إلى المدينة المنورة. نحن هنا تلفزيون المستقبل يعني موجودين، وقد بدعوة من وزارة الإعلام السعودية، وطبعا هنالك أكثر من 800 إعلامي يتواجدون من مختلف أنحاء العالم لتغطية هذا الحدث، وقد يعني اختاروا تلفزيون المستقبل لمواكبة كل هذه الإجراءات التي تحصل في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة. أيضا أريد أن أشير طبعا إلى أن غدا سيكون هنالك زيارة إلى مطبعة القرآن الكريم، في حين أن اليوم عند 5 عصرا سيكون زيارة للإعلاميين لمعرض توسعة الحرم النبوي الشريف، وأيضا لمعرفة كل هذه الإجراءات المتخذة. وطبعا هنالك يعني سنجري بعض المقابلات مع الصحفيين من مختلف الجنسيات. كنا قد تحدثنا وزلنا منذ الأمس في المدينة المنورة، وقبل ذلك كنا في جدة، وبعد ذلك سوف نتوجه إلى مكة المكرمة لتغطية كل الإجراءات. والآن سأتناول مياه زمزم وأهديها لكل المحبين، وعودة إليك هنادي. شكرا لك ربيع، وإن شاء الله يا رب من المقبولين بإذن الله تعالى. حج مبرور لك ولكل الجميع. تتابعون بعد الفاصل.